أجواء لطيفة في عطلة نهاية هذا الأسبوع، وأجواء أيضا معتدلة في الأغوار والبحر الميت، تكون باردة نسبيا في ساعات الليل، والتفاصيل بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مساء الخير. تبقى المملكة تحت تأثير كتلة هوائية لطيفة، لتكون الأجواء لطيفة معتدلة في معظم مناطق المملكة، وأيضا تكون معتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة. للتفاصيل نشاهد هنا خرائط درجات الحرارة. نجد يوم الخميس مع ساعات الليل تبدأ الأجواء في ساعات الليل في عطلة نهاية الأسبوع أن تكون باردة، مما يستدعي وجود معطف خفيف في ساعات الليل. أما في يوم الجمعة كما نشاهد تبقى الأجواء لطيفة مناسبة لأغلب الرحلات الخارجية والأنشطة الخارجية في أغلب مناطق المملكة. هنالك وجود لبعض السحب التي قد تكون في المناطق الشمالية، والتي قد تترافق في بعض الأحيان في أجزاء محدودة بزخات من المطر خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع. أما في يوم الجمعة كما نشاهد في ساعات الليل تبدأ درجات الحرارة تنخفض لتكون باردة نسبيا، وأيضا يوم السبت نهارا تكون الأجواء لطيفة وتميل إلى البرودة في ساعات الليل. نتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة. أما في العاصمة عمان هذه الليلة تكون هنالك غيوم متفرقة، درجة الحرارة تصل إلى 15 درجة مئوية، وسرعة الرياح تصل إلى 14 كيلومتر في الساعة. في ثلاثة أيام القادمة في العاصمة عمان، يوم الجمعة 22، يوم السبت 23، وارتفاع يوم الأحد لتصل إلى 26 درجة مئوية. أما في ساعات الليل كما ذكرنا سابقا تميل الأجواء للبرودة، 15 في يوم الجمعة، 17 يوم السبت، و19 في يوم الأحد. ننتقل لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة ليوم الغد في مناطق المملكة، ونبدأها شمالا من إربد، 26 إلى 17، في المفرق 25 إلى 14، جرش 25 إلى 16، عجلون 24 إلى 15 درجة مئوية. في المناطق الوسطى عمان 22 إلى 15، الزرقاء 25 إلى 15، في البلقاء 23 إلى 16 درجة، مادبة 21 إلى 15، في البحر الميت أجواء معتدلة كما ذكرنا سابقا 31 إلى 24 درجة مئوية. في المناطق الجنوبية نبدأها من الكرك 22 إلى 14، في الطفيلة 21 إلى 14، جبال الشرار 19 إلى 11 درجة، في معان 25 إلى 13، أجواء أيضا معتدلة في العقبة 30 نهارا و21 درجة مئوية في ساعات الليل. رويشد 28 إلى 14، صفاوي 28 إلى 14 أيضا، وفي الأزرق من 28 إلى 15 درجة مئوية. نتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة، إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.